كيفية تشخيص المرض دكتور؟ طبعا يعني أغلبنا بنعاني من زي ما أنت ذكرت، بتكون هي تقلبات مزاجية طبيعية في اليوم، ولكن طبعا كيف نشخص مرض ثنائي القطب؟ زين شخص. طبعا الطبيب لما بيشخص لازم يستثني الاعراض الاخرى، يستثني سوري الحالات الطبيه الاخرى اللي ممكن تؤدي الى اعراض مشابهه. لذلك بيلجأ الطبيب في البدايه الى تحاليل، تمام. وكمان التحاليل بتفيد لما بيدي الدواء، لان في بعض الادويه بيبقى ليها اثار جانبيه، فلازم الطبيب يكشف عن حاله وظائف الكبد ووظائف الكلى. نعم، طيب معروض في الشاشة الآن دكتور أعراض. طبعا الاعراض دي الصوره اللي على اليسار بتمثل اعراض الهوس ناحيه اليمين، الجزء اللي هو ناحيه اليمين بيبقى طبعا المريض عنده اضطرابات مزاجيه متكرره وعاليه جدا، بيبقى عنده معتقدات غير واقعيه، بيبقى مشتت، بيبقى عنده فرط نشاط، بيبقى عنده طاقه عاليه جدا، بيبقى زي ما قلنا قبل كده بيبقى عنده الرابيد سبيتش اللي هو الكلام، لانه عنده افكار كثيره مش بيلاحق عليها فبيتكلم كثير. نعم، بيبقى عنده ريسنج سوتس، بيبقى عنده اللي هي الافكار المتسارعه دي، فلازم يتكلم بسرعه عشان يلاحق عليها.